انت اثبتتي ان انت صديقه مخلصه جدا. صديقه؟ صديقه ايه يا كبير؟ بص بقى، انا اتبسطت جدا ان انا اتعرفت عليك، ده غير ان انا استفدت من العلاقه دي. طول عمري بقول لنفسي اي معرفه او علاقه جديده لو مش هتستفيدي منها يبقى بلاها. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا قررت اني ابقى جزء من حياتك. ازاي؟ مش فاهم يعني. اللي انا اعرفه ان المعدوي بيعرفها قبل ما تطير مش وهي طايره. ايه؟ عايزه تتجوزيني؟ ليه لا؟ انت عارفه الفرق بيني وبينك قد ايه؟ وانت عارف ان انا ما بحسبهاش كده خالص. بتحبيني اظن. وانت يدخل عليك حاجه زي دي؟ امال ايه بقى؟ عاجبني، داخل دماغي. جميل، حلو قوي. الحقيقه بقى لو سمحتي. الحقيقه بقى يا حبيبي ان انا قررت اعيش في البلد دي، وعشان اعيش في البلد دي لازم ابقى قويه، وعشان ابقى قويه لازم لي حاجتين اتنين، المال والسلطه. وانا بقى قررت ان انا ابقى معايا الاتنين، المال والسلطه. مش طمع ده ولا حاجه؟ عارف عندنا في الجريده في صحفيين، الصحفيين دول يعني غلابه قوي، بيقعدوا يكتبوا عن الفقراء وعن الحريه والعداله الاجتماعيه. صعبه عليا قوي. ليه بقى؟ لان الجريده عندنا لو ما جابتش اعلانات وغطت تكاليفها مش هيلاقوا يقبضوا مرتباتهم، وساعتها هيقعدوا جنب الفقراء اللي بيكتبوا عنهم. ايوه، انا مش فاهم حاجه خالص من اللي بتقوليه ده. احنا دلوقتي لو بطلنا نكتب عن الفقراء هنكسب منين؟ لازم نكتب عن الفقراء عشان نكسب، لو بقوا اغنياء مش هنعرف نكتب عنهم ومش هنعرف نكسب. انا داخل ايه بقى بده كله؟ انت يا حبيبي مؤسسه، يعني مليارات، يعني هبقى مطمنه على نفسي. انا مش هضحك عليك واقول لك ان انا بحبك واقع في غرامك والكلام ده، بس اللي انا اقدر اكده لك ان انا فاهمه المعدوي كويس قوي. كويس قوي، وانا ما عنديش مانع. بس بس انا بتجوز بفرح ورسمي ومهر وشبكه. مش عارفه ايه اللي انا بقوله ده، مش قادره اصدق ان انا قاعده مع الراجل اللي هتجوزه، بخطبه وبتفاوض معاه، مش ناقص كمان ان انا ادفع لك المهر. بس تعرفي بقى انك حلوه قوي ومفيده قوي وهتتبسط معايا قوي قوي قوي. وعلى فكره انت بفلوسك انا ممكن ابقى صاحبه اكبر جريده فيك يا مصر، وساعتها بقى هتبقى انت اللي بتديرها. هو في فرق بين الراجل ومراته؟ عمري ما شفتهم ولا اعرفهم. المعدبة هو اللي عمل كده، وجلال الكلب. دول ستات وبنات. قال ايه؟ انا طلبت منهم حاجات مخله بالشرف عشان امسك القضايا بتاعتهم، تخيلوا. طب معلش ممكن تهدى بس عشان اشوف هنعمل ايه؟ ليه؟ هعمل ايه؟ انا في مصيبه. من الواضح إن المعداوي أكبر مما كنت أتخيل. المشكلة مش في المعداوي إن هو كبير ولا صغير، المشكلة في الصغيرين ممكن ياخدوا أي ملطوش عشان يشهدوا زور. أنا في مصيبة، مصيبة كبيرة قوي. ما تقلقش، أنا متأكدة إن هي إن شاء الله كبوة وربنا هيظهر الحقيقة. قبل ما تظهر تكون سمعتي بقت في الأرض. المشكلة إن هو فعلاً ممكن نلاقي بكرة الجرايد كلها كتبت عن الموضوع ده. بس المعداوي ما يهموش إذا كان الوقفة هيستمر ولا لأ. اللي يهمه بس ان كل الناس تتكلم والجرايد تكتب.